الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعنه الله على اعدائهم اجمعين الى يوم الدين كلامنا في باب ان الائمه هم الهداه من كتاب الكافي الشريف الحديث الخامس من احاديث هذا الباب رواه عبد الله ابن ابي يعفور وهو من ثقات اصحاب الامام الصادق عليه الصلاه والسلام قال قال ابو عبد الله عليه السلام يا ابن ابي يعفور ان الله واحد متوحد بالوحدانيه متفرد بامره فخلق خلقا فقدرهم لذلك الامر فنحن هم يا ابن ابي يعفور فنحن حجج الله في عباده وخزانه في علمه والقائمون بذلك في هذا الحديث الامام الصادق عليه الصلاه والسلام يبين منزلة اهل البيت عليهم الصلاة والسلام وما خصهم الله سبحانه وتعالى من الامور. اولا يذكر مقدمة لدفع الغلو والتقصير. الغلو هو ان يرفع احد الانبياء او الائمة او غيرهم إلى منزلة الرب سبحانه وتعالى، يثبت لهم الربوبية، يثبت لهم الصفات الخاصة بالله سبحانه وتعالى، أو يعتقد كما يعتقد بعض النصارى بأن المسيح مثلاً ابن الله، أو أنه هو الله سبحانه وتعالى عما يصفون. هذا هو الغلو اما ان يعتقد احد بعد قيام الدليل على ان الله سبحانه وتعالى فضل بعض خلقه واقدرهم على امور لا يقدر عليها غيرهم من سائر الناس باذن الله يتصرفون بحول الله بقوه الله باراده الله سبحانه وتعالى صارت لهم هذه المنزله وقام الدليل على ذلك فهذا ليس من الغلو في شيء هل نحن نتمكن من احياء الموتى كلا هل نحن نتمكن من ابراء الاكمه والابرص بلمسه يد كلا هل نحن بالذات نعلم الغيب؟ كلا. لكن الله سبحانه وتعالى شاء ان يقدر عيسى على ذلك. هل هذا غلو في عيسى على نبينا واله وعليه الصلاه والسلام؟ كلا. اذا قلت بان عيسى يحيي الاموات باذن الله هذا ليس غلوا في عيسى. رغم اننا نحن لا نتمكن من فعل ذلك. لماذا؟ لأن الله لم يأذن لنا وإنما أذن لعيسى عليه الصلاة والسلام، يعني أقدره على ذلك، إذا أثبت المعجزات للأنبياء وللأئمة عليهم الصلاة والسلام بإذن الله، وقام على تلك المعجزات الدليل سواء من القرآن أو من الروايات المعتبرة، فهذا ليس من الغلو في شيء. هذه في الأمور التكوينية، في المناصب التشريعية، الله سبحانه وتعالى اختار هذا الرجل ليكون نبيا، يحيى عليه السلام اختاره ليكون نبيا، هذا غلو في يحيى، كلا، لأن الله سبحانه وتعالى اصطفاه وجعله قابلا للنبوة، ثم اختاره نبيا. هذا ليس غلوا فيه لأن الإنسان يمكن أن يصل إلى درجة النبوة إذا أراد الله ذلك نعم لكن أي واحد يدعي النبوة إحنا ما نصدقه لأن ادعاء النبوة يلزم أن يكون مع دليل قطعي إما أن تكون له معجزة أو نبي ثابت نبوة يخبر عن نبوته يعني الآن نحن نعتقد بنبوة مثلا يحيى نعتقد بنبوة إدريس نعتقد بنبوة أيوب لم نرهم ولم نرى معاجزهم لكن لأن القرآن الكريم الذي نعتقد قطعا بأنه نزل من عند الله سبحانه وتعالى أخبر بنبوتهم لذلك نعتقد بنبوتهم الرسول محمد صلى الله عليه وآله نعتقد بنبوته لماذا؟ لأنه ظهرت على يديه المعاجز القطعية وإحدى تلك المعاجز وصلت إلينا وهو القرآن الكريم، وبعض المعاجز نقلت لنا بالتواتر، وبعضها نقلت بالأخبار المعتبرة، فليس من الغلو أن تعتقد في رجل أن له الولاية التكوينية بإذن الله، وأن تعتقد أن له مناصب إلهية شاء الله أن تكون له تلك المناصب، بعد قيام الدليل على ذلك، صنف من الناس مقصرون، يعني المناصب التي جعلها الله سبحانه وتعالى للأنبياء أو للأئمة ينكرون هذه المناصب او ينكرون بعضها هذا تقصير. هناك مراتب رتبهم الله فيها يعني مثلا الله سبحانه وتعالى اختار الائمه الاثني عشر من اهل البيت عليهم الصلاه والسلام ليكونوا ائمه بعد رسول الله محمد صلى الله عليه واله. وقام على ذلك الأدلة القطعية حتى في كتب غير الشيعة ورد ذلك بشكل كلي أو بشكل جزئي على من بعد إثنا عشر لا يزال هذا الدين قائما ما دام إثنا عشر أميرة وبألفاظ مختلفة الله سبحانه وتعالى اختار عليا ليكون وصيا لرسول الله وخليفة له إذا واحد يقول أنه ليس وصيا للرسول وليس خليفه للرسول فهذا انزاله عن مرتبته التي جعلها الله سبحانه وتعالى له التي رتبه الله فيها وهذا تقصير في حقه عليه الصلاه والسلام اذا واحد يجي يقول انا اعتقد بان محمدا صلى الله عليه واله هو رسول من الله سبحانه وتعالى ولكنه لم يكن معصوما في قضاياه العادية، هذا تقصير في حق الرسول، لأن الله سبحانه وتعالى عصمه سواء في تبليغ الدين، كما اتفق على ذلك المسلمون، أم في غير ذلك من أموره العادية، وقام على ذلك الأدلة، هذا تقصير في حق الرسول إذا واحد يقول أنه ليس بمعصوم ولو في أموره الخاصة، ولو في غير التبليغ. الامام الصادق عليه الصلاه والسلام في هذا الحديث الشريف حينما يريد ان يبين بعض منازلهم لابن ابي عفور يبتدا الكلام في نفي الغلو ونفي التقصير انت عندما تقول ان لرسول الله محمد صلى الله عليه واله هذه المنزله ان الامام امير المؤمنين علي بن ابي طالب هذه المنزله ان للامام الحسن عليه السلام هذه المنزله وهكذا سائر الائمه هذا ليس من الغلو لانك تقول بانها باذن الله سبحانه وتعالى. واذا لم تعتقد بتلك المنزله هذا تقصير في حقهم اذا الامام الصادق هكذا يبتدئ بالكلام. يا ابن ابي يعفور ان الله واحد الله واحد يعني شنو واحد الإمام يشرح الواحد متفرد بالوحدانية ماكو شيء غير الله هو الواحد الحقيقي عندنا واحد عددي صف تقول هذا الواحد اثنان ثلاثة أربعة هذا الواحد واحد عددي لأن الثاني يشبه هذا الواحد لأنه يعد منه مثله الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء فليس واحدا عدديا حينما تقول إن الله واحد يعني واحد حقيقي من كل الجهات إحنا ما عدنا شيء في هذا الكون غير مركب جميع الأشياء مركبة حس هذا الإنسان مركب من أعضاء الرأس واليد والرجل وحتى هذه الأعضاء مركبة من خلايا وحتى هذه الخلايا مركبة من ذرات وحتى هذه الذرات مركبة، كل ذرة فيها ثلاث أصناف من الأجزاء، والعلم الحديث لحد الآن لم يتوصل إلى أنه هذه أجزاء الذرات هل لها أجزاء أو ليست لها أجزاء، وبحث مفصل في الفلسفة أن هل هناك جزء لا يتجزأ أم ليس هناك جزء لا يتجزأ، ما عندنا شيء واحد حقيقي، كل أشياء هذا الكون مركبة. المخلوقات هكذا. لكن الله سبحانه وتعالى هو المتفرد بالوحدانية. أولاً هو أحد يعني لا جزء له. هو واحد لا شبيه له. لا ند له، لا ضد له. فإذا أنت تجي إلى نبي أو إلى إمام تثبت له مقاماً ومنزلة وفضيلة هذا مو معناه انه صار شريك لله والعياذ بالله من ذلك. هذا معناه ان الله سبحانه وتعالى قادر بان يعطي هذه المنزله لهذا الشخص. طبعا جعل له قابليه لان الله حكيم. الحك... الحكمه بمعنى الاحكام ويلازمها وضع الشيء في موضعه. هذا الانسان إنما صار نبيا لأن له القابلية لحمل النبوة. كيف صار له القابلية لحمل النبوة؟ لأن الله اصطفاه. والله حك الله حكيم ما يختار شخص غير مناسب. فإذا أراد أن يختار شخصا يخلقه مناسبا للمهمة التي يوكلها له. يوكلها له. وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيره الله كما انه له الخلق اختيار الانبياء واختيار الائمه ايضا له هذا ليس للناس واذا واحد قال اختيار الانبياء بيد الناس او اختيار الائمه بيد الناس فهذا نسب صفه خاصه لله الى غير الله وهذا شرك لذا الله سبحانه وتعالى في هذه الآية قال وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة، يعني عندما يقولون لنا الخيرة هؤلاء يشركون بالله، لأن اختيار الأنبياء والأئمة خاص بالله والله سبحانه وتعالى لم يفوضه لغيره، فالله سبحانه وتعالى في ذاته متوحد بالوحدانية، ليس مركبًا ليس ذو أجزاء وإنما هو بسيط من كل الجهات. هذا بالنسبة إلى ذاته. بالنسبة إلى أمره الشأن الذي يرتبط بالله سبحانه وتعالى. متفرد بأمره. الله سبحانه وتعالى لم يجعل الصلاحية للناس ليختاروا لامره شيئا، ليختاروا الانبياء، ليختاروا الائمه، كلا هو تفرد بذلك الامر التشريع لله سبحانه وتعالى الناس ما لهم حق التشريع الله سبحانه وتعالى هذا الامر اللي هو التشريع يرتبط بفعل الله قد يفوضه الى الرسول صلى الله عليه واله إن الله أدب نبيه بآدابه ففوض إليه دينه. والرسول صلى الله عليه واله له حق التشريع، ولكن الله سبحانه وتعالى أدبه بآدابه، لذا لا يشرع إلا بما يطابق مع إرادة الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى يريد أن يرسل أنبياء تفرد بذلك هو يختار يصطفيهم بعدين يختارهم للنبوة وكذلك بالنسبة للأئمة الله اصطفاهم في إحدى الآيات الشريفات في سورة فاطر الآية 32 ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا قبل هاي الآية الله سبحانه وتعالى يقول هذا القرآن اللي أنزلنا عليك يا محمد صلى الله عليه وآله هو الحق ثم في الآية اللاحقة ثم أورثنا الكتاب يعني علم الكتاب ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا الأئمة عليهم الصلاة والسلام اصطفيناهم الله اصطفاهم فأورثهم علم الكتاب لأن لهم قابلية كل واحد ما إلى هذه القابلية لازم الله يختاره يصطفيه فالإمام يقول متوحد بالوحدانية الله سبحانه وتعالى متفرد بأمره فخلق خلقا فقدرهم لذلك الأمر الله خلق الأئمة عليهم الصلاة والسلام خلق رسول الله محمد صلى الله عليه وآله خلقهم واصطفاهم بحيث يتمكنون من القيام بذلك الأمر المناصب التي جعلها الله سبحانه وتعالى منصب النبوة الله سبحانه وتعالى خلق محمدا قابلا لذلك المنصب قابلية منصب الإمامة خلق الأئمة عليهم الصلاة والسلام ولهم القابلية لذلك اصطفاهم كيف اصطفاهم؟ اصطفاهم بأن خلقهم من طينة أعلى. اصطفاهم بأن خلقهم من نور عظمته. اصطفاهم بأن لم يجعل في خلقهم أي نقص وأي نقصان. وعصمهم صارت لهم القابلية. جعلهم خزانة علمه. فخلق خلقا فقدرهم لذلك الامر فَنَحْنُهُمْ يعني الرسول واله اولئك الخلق الذي اصطفاهم لامره زين الانبياء اللي قبل شنو؟ الانبياء الذين هم كانوا قبل كانوا بالنسبه الى زمانهم الله سبحانه وتعالى اصطفاهم ليكونوا رسلا له او انبياء له في زمانهم، لكن في هذا الزمان الرسول وال الرسول أو نقول بأن الله سبحانه وتعالى اصطفى الأنبياء، ودرجة الاصطفاء مختلفة، لأن الله فضل بعضهم على بعض، كما في آيات متعددة من القرآن الكريم. ذلك الأمر الأهم يحتاج إلى اصطفاء أكبر، إلى قابلية أعظم، فالله سبحانه وتعالى اختار محمدًا وآله. عليه وعليهم الصلاة والسلام لذلك فهم أفضل من الأنبياء سواحد يتصور أنه عندما نقول أن الأئمة عليهم الصلاة والسلام أفضل من الأنبياء باستثناء جدهم رسول الله صلى الله عليه وآله محمد أفضل الجميع بعد رسول الله محمد الأفضل هم الأئمة حتى أفضل من سائر الأنبياء هذا من الغلولة لأن الله سبحانه وتعالى أراد أن يفضلهم نعم، فضل الأنبياء كل نبي في زمانه، وكلاً فضلنا على العالمين، كل واحد في زمانه الله فضله على غيره، كما أن بني إسرائيل وأني فضلتكم على العالمين، زين بني إسرائيل هل هم أفضل من أمة محمد؟ كلا، أمة محمد هي أفضل كنتم خير أمة أخرجت للناس، لكن مع ذلك الله بالنسبة إلى بني إسرائيل في سورة البقرة يقول وفضلناكم على العالمين يعني في زمانهم الانبياء الله يقول وكلا فضلنا على العالمين يعني في زمانهم وليس معنى ذلك انهم افضل من الجميع في جميع الازمنه فاذا الله سبحانه وتعالى فضل الائمه عليهم الصلاه والسلام على جميع الانبياء باستثناء محمد صلى الله عليه واله اللي هو افضل من الجميع وهذا ايضا يمكن حتى من روايات العامه تستنبطه من غير الشيعة الم يروا ان رسول الله صلى الله عليه واله قال الحسن والحسين سيدا شباب اهل الجنه وابوهما خير منهما زين في الجنه ماكو غير شباب الجنة كل أهلها شباب ماكو شيبة ماكو جهال صغار في الجنة كلهم شباب فحينما يقول الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة زين من شباب أهل الجنة الأنبياء سائر الأوصياء بعدين يقول وأبوهما خير منهما هم سيدا شباب أهل الجنة لكن الإمام علي بن أبي طالب أفضل منهم والرسول افضل منهم بالادله الاخرى فعندما تقول الحسن والحسين سيدا شباب اهل الجنه يعني ايضا سيدان على سائر الانبياء اما امير المؤمنين ورسول الله محمد لا ذولا استثناء لذا يقول وابوهما خير منهما وايضا الرسول محمد صلى الله عليه واله افضل من امير المؤمنين ومن الحسن والحسين قامت عليه الادله القطعيه ولذلك الامام يقول فنحنهم يعني الخلق الذين خلقهم وقدرهم لذلك الامر زين فالله سبحانه وتعالى جعل فيهم القابليه فنحن حجج الله في عباده الله يحتج بهؤلاء على الناس في يوم القيامه لان الله الحجه البالغه وخزانه على علمه، العلم الذي انزله الله تعالى على الانبياء الى العلم الذي انزله على محمد صلى الله عليه واله، هذا العلم لم يرفعه الله سبحانه وتعالى، بقي. انتقل من نبي الى نبي الى وصي الى نبي، إلى أن وصل إلى رسول الله محمد صلى الله عليه واله، جميع الكتب السماوية التي نزلت وجميع العلوم التي انزلها الله سبحانه وتعالى على الأنبياء. والرسول صلى الله عليه واله اورثها لامير المؤمنين. انا مدينه العلم وعلي بابها. علمني رسول الله الف باب من العلم يفتح من كل باب الف باب. فنحن حجج الله في عباده وخزانه على علمه والقائمون بذلك يعني بذلك الامر. ذلك الامر الائمه عليهم الصلاه والسلام هم الذين يقومون به. هذا منصب إلهي إحنا عندما مثلاً واحد يجي يقول أن حكام الجور من بني أمية من بني عباس من غيرهم غصبوا حق أهل البيت هذا مو معناه أنه غصبوا الإمامة منهم غصبوا الخلافة منهم هذا منصب إلهي مقابل الغصب نعم من شؤون إمامتهم وخلافتهم السلطة هؤلاء الظالمون غصبوا السلطة، يعني استولوا على السلطة. إبراهيم عليه الصلاة والسلام كان إماماً وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماماً. زين إبراهيم لم يحكم لا في شبابه عندما كان في بابل ونمرود كان هو الحاكم ولا حينما هاجر إلى فلسطين ولا حينما هاجر إلى مكة المكرمة. لم يحكم لكن المنصب الالهي كان له لم يتمكن الحكام من غصب المنصب منه النبوه مقابله للغصب الامامه مقابله للغصب لانه منصب الهي نعم من شؤون هذه النبوه او هذه الامامه السلطه الحكومه غصبوا هذا الجانب يعني استولوا على السلطه ظلما وزورا اما الحديث السادس فأيضا يروى عن الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام إن الله عز وجل خلقنا فأحسن خلقنا الله سبحانه وتعالى خلقهم بأحسن شكل وصورنا فأحسن صورنا هاي في أحاديث الطينة مذكور في اصول الكافي وغيره، حتى العامة هم روت هذه الروايات، أن الله سبحانه وتعالى أو بعض هذه الروايات، روتها العامة أيضاً. الله سبحانه وتعالى حسب ما ورد في الروايات المعتبرة، خلق نوراً من عظمته، يعني نسب ذلك النور إلى عظمته. خلق نوراً. من هذا النور خلق أرواح الرسول والائمه عليه وعليهم الصلاه والسلام ثم خلق عليين كلا ان كتاب الابرار لفي عليين عليين ارقى منطقه في الجنه ومن اعلى عليين خلق اجسام الائمه والرسول صلى الله عليه واله فارواحهم من نور عظمته واجسادهم من اعلى عليين ولم يجعل في اجسادهم نقصا ولم يجعل في افعالهم نقصا لانه عصمهم العصمه التامه من كل الجهات حتى من ترك الاولى سواء في تبليغ امور الدين او في امورهم الخاصه الله قادر على ذلك لو عاجز قادر وأراد لهؤلاء أن يكونوا الأسوة وحملت هذا الدين فخلقهم بأحسن خلق وصورنا فأحسن صورنا صورتهم الظاهرية يعني المحية لا نقص فيه إحنا عدنا من المعتقدات سيأتي في الأبواب القادمة أن الإمام وكذلك الأنبياء لا نقص في أجسادهم ماكو نقص جسمه كامل شكله ليس قبيح من أفضل ما يكون هاي الصورة الظاهرية اللي هي المحية والجسد الصورة الباطنية الأخلاق أخلاقهم أفضل الأخلاق الله حول رسول الله محمد يقول وإنك لعلى خلق عظيم لذلك اللي يقول عبس وتولى أن جاءه الأعمى هذه الآية نزلت في رسول الله والعياذ بالله هذا غافل عن هذه الآية التي تقول وإنك لعلى خلق عظيم إذا عبس وتولى هذا كان من الخلق العظيم بعد ما كان مجال العتاب عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى الخلق يعني الصورة الباطنية افضل ما يكون انك لع وانك لعلى خلق عظيم وكذلك الائمه عليهم الصلاه والسلام على احسن صوره صورتهم الباطنيه التي هي الاخلاق ان الله عز وجل خلقنا فاحسن خلقنا وصورنا فاحسن صورنا زين يعني الله اصطفاه باحسن كيفيه خلقه احسن اخلاق احسن صوره احسن طينه احسن روح الى القابليه اصطفاه ما في نقص ما في خلل فهو له القابلية في حمل المهمة، وجعلنا خزانه في سمائه وأرضه، اللوح المحفوظ، لوح المحو والإثبات، هذا العلم مكتوب فيه، هم يطلعون عليه، خزان ذلك العلم، العلوم التي أنزلها إلى الأرض هم يعلمون بها، وجعلنا خزانه في سمائه وأرضه، ولنا نطقت الشجرة، لعل المراد بذلك هذه الآية ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله، مروي عن الإمام الهادي عليه الصلاة والسلام أنه قال: نحن الكلمات التي لا تدرك فضائلنا لا تدرك فضائلنا ولا تستقصى ولنا نطقت الشجرة طبعا احتمالات أخرى موجودة في هذه العبارة ذكرها العلامة المجلسي في مرآة العقول إما بمعنى أن الشجرة تكلمت لهم هذه من معاجز الرسول ولا إما عليهم الصلاة والسلام أو بمعنى أنهم يستنبطون علوما من أوراق الأشجار وبعبادتنا عبد الله عز وجل ولولانا ما عبد الله شلون تعرف أنت الصلاة الصحيحة الصوم الصحيح الدعاء الصحيح بالاخذ من الرسول واله لولاهم الناس كانوا ينحرفون الان انت تشوف الذين لم ياخذوا من الرسول وال الرسول عليه وعليهم الصلاه والسلام النصارى اليهود البوذيين عبدة الاوثان وغيرهم هؤلاء يعبدون الله لكن عباده باطله حتى المشركين قبل الإسلام كانوا يعبدون الله ولكن كانوا يشركون بالله يعني يعبدون الله ويعبدون الأصنام وكانوا يعبدون الأصنام ويقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى فالإنسان بفطرته يعرف أنه لا بد له من عبادة الله لكن العبادة الصحيحة لازم يتعلمها عبر الوحي إذا الرسول وآل الرسول ما كان الله سبحانه وتعالى يبعث الرسول ما كان يختار الأئمة عليهم الصلاة والسلام ما حد ما كان يعرف العبادة الصحيحة يعبد عبادة باطلة وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون وبعبادتنا وبعبادت عبد الله عز وجل ولولانا ما عبد الله لأن الناس ما كانوا يعرفون إحنا اللي علمناهم وهذا من فضلهم على جميع الناس إضافة إلى أفضالهم الكثيرة التي لا تعد ولا تحصى نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من التابعين لهم هذا وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين